واحدة برضو من مشاهدي السلسلة بتقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 عاما وأعمل طبيبة بشرية وغير مرتبطة، ولي علاقة قوية مع الله، أشعر دائما بوجوده معي وفي حياتي، وعندما كنت أطلب إرشاد في أي شيء كان يتم ذلك بأن أطلب علامة أو أفتح الكتاب المقدس عشوائيا وأحاول سماع صوته من خلال الآيات. وبعد تخرجي تقدم لي العديد من العرسان من أرقى المستويات العلمية والاجتماعية، ولكن لم أشعر براحة داخلية لأحدهم. ولكن منذ شهر ينتابني شعور وكأن الله يرسل لي إشارات وعلامات تدعوني إلى الرهبنة، ولكني لا أشعر بأي رغبة في الرهبنة، فلدي الرغبة في الارتباط وتكوين أسرة. فهل إشارات وعلامات الرهبنة صحيحة؟ لا، ما دام ليك رغبة في الارتباط وتكوين أسرة يبقى جايز لو رحت الرهبنة هذه الرغبة تروح معاك وتخش معاك وانت جوه البيت. لا يدخل الرهبنة إلا شخص مات عن العالم ورغباته كلها. ما دام الرغبة دي موجودة يبقى ليس من الله انك انت تروح الرهبنة الا لو ماتت هذه الرغبة في قلبك تماما. انت بتقول عايزة ترتبط وتكون اسرة، بس لي ملاحظة احب اقولها لك. بتقول كنت بتطلب علامة من ربنا لاني افتح الكتاب عشوائيا واحاول سماع صوته، برضه امر خطير عليك. دي فكرتني بواحد زمان كان ماسك الكتاب المقدس ومخلي كده صفحة نعم وصفحة لا، لا في نعم نعم والصفحة الثانية لا لا، وبعدين كل ما يطلب طلب يفتح ويشوف جت على نعم ولا لا. دي حكاية ممكن تلخبط العقل. المفروض ان احنا ناخد إرادة ربنا مش بالطريقة العشوائية دي. مين قال الطريقة العشوائية دي توصل لإرادة ربنا؟ فأنت جايز العلامات اللي دعيتك للرهبنة علامات عشوائية من هذا النوع، احترسي وشوفي أب اعتراف يقول أب اعترافك يقول لك إيه، وشوفي قلبك من جوه مات عن حكاية الأسرة والزواج والخلفة ولا لا.